أهلا بحضراتكم. كلام في السياسة في برنامجنا بنستثمر حالة النقاش الواسع اللي صنعتها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وإيمانا بدور الإعلام في دفع هذا الحوار الوطني إلى الأمام، كان من المهم إننا نتناقش هنا مع كافة الأفكار والآراء مهما اختلفت اتجاهاتها. في حلقة النهاردة هدفنا التوسع في مساحة الحوار، تقدر تعتبر حلقة النهاردة حوار مجتمعي أيضا ولكنه أكثر شمولا لتكتمل الدائرة وتتضح الصورة، لأننا في اعتقادنا أن قيمة الحوار تقتضي أن يصل صوت الجميع من منبرنا من هنا من إكسترا نيوز، وأن يشارك الكل في مواجهة التحديات. وهدفنا دائما والأهم هو مصلحة هذا الوطن،